السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلبيات أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة من الوصفات المحبوبة عندي، اللي هي ساندويشات ولا بوكاديوس. غادي نديروه بكل شيء، من الكومير وحتى من الفريت. غادي نوريكم كيفاش كتجيكم قرمشة وزوينة بزاف، ما كديش هلاوية. فهاد الوصفة رائعة بزاف، بدلو فيها في شوية في الطبلة ديال الفطور على المملحات اللي كديرو ديما. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وخليو لي التعليق ديالكم باش تشجعوني نعطي المزيد وفرجه ممتعه. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروها اكيد اللي هي الكومير ولا الباغيت. غادي نديرو بواحد الطريقه زوينه بزاف وكيجي رائع. كناخدو زلافه كنديرو فيها معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السكر، وغادي نخلط الكل بواحد 50 مللتر تقريبا ديال الماء، وغادي نزيد واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال الدقيق. هنا انا زدت 3 ومن بعد زدت واحدة اخرى، يعني 4 ديال المعالق كبار في المجموع اللي غادي نحتاج في هذا الخليط اللي غادي نفعلو فيه الخميره. فغادي نخلطو مزيان هادشي كامل حتى غادي ينسجم لينا تقريبا واحد الخليط اللي بحال ديال البغرير ولا تقل شويه من البغرير. صافي، ملي غادي نخلط كلشي غادي نخلي هاد نغطي على هاد الزلافه بشي تبصير ولا باي حاجه، وغادي نخليه حتى كيتفاعل ليا الخميره وحتى كيتنفخ ليا هاد الخليط مزيان، عاد غادي نرجعو نستعملوه. صافي، هنا غادي ندوز في هاد الاثناء نخلط العجين ديالي بين ما داك الخليط تفاعل وخمر. غادي ناخذ الدقيق، غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه ونزيد الماء باش غادي نجمعو. غادي نجمع واحد العجين اللي كيكون شويه شاد في راسو، لان مازال داك الخليط غادي نزيدوه من بعد، راه داك الخليط جاري. المقادير كيف ديما مضبوطين، غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف بالضبط ديال الماء والدقيق، ما تحتاجوش انكم لا تزيدوا لا تنقصوا. غادي نخلط الخليط ديالي وحتى هو غادي نغطي عليه بتبصيل ونخليه يرتاح بين ما خمرت ليا ديك الخميره. صافي، هنا خمرت ليا تقريبا ما خداتش بزاف ديال الوقت، بما ان الجو ولا سخون هاد الايامات. كنضيفو مباشره فوق من العجين وكنبدا هكا كندخلو الخميره ديالنا في العجين على هاد الشكل حتى كتدخل تماما. صافي، كنتحصل على واحد الخليط اللي كيتلصق بزاف بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي تلاحظوا من بعد راه غادي نخدموه ما غاديش يبقى كيتلصق، وغادي نخدموه بطريقه بلا دليك. هنا غادي نجمعوا وندهنوا بشويه ديال الماء، وغادي نغطي عليه بشي تبصير ونخليه يرتاح مده ديال 15 دقيقه. هاد العمليه هذه كتعوض لنا الدليك، وكنحصلوا على واحد الباغيت اللي مثقب من الداخل وخفيف بزاف كيف ما كتشوفوا. من بعد ربع ساعه كنبدا كنطوي العجينه ديالي على الدوره كامله، وما حدني كنطوي وهي كنحس بها انها كتقوى وكتقاوم فاش كنجي باش نطويها. صافي، نكرر العمليه مره اخرى، غادي نديروها جوج ديال المرات، يعني راحه ديال ربع ساعه ونبداو نطويو. ندهنوا يدينا بواحد شويه ديال الماء باش ما تلصقش لينا العجينه في اليدين بزاف، وصافي كتكون واجده. هنا غير كنجمعها بحال هكا على شكل كره على الطريقه هذه، وصافي غادي نغطي عليها ونخليها حتى غادي تخمر مزيان مزيان هذه المره. صافي، يعني كملنا لها العدد ديال الطويات، كنديروا غير جوج ديال المرات. كما كتشوفوا راه كدير فقاعات من الفوق، كدير دوك التنبال اللي غادي يعطينا من بعد واحد الباغيت اللي زوين بزاف. منين غادي تخمر مزيان ديك الساعه نرجعوا عندها، وغادي نزلوها كامله فوق من سطح العمل مرشوش مزيان مزيان بالدقيق باش غادي يقدر باش نقدروا نتحكموا فيها، لانها كتلصق شويه. كنزلوا العجينه ديالنا وكنطويوها على 4 دائما، بحال الا كنطويو شي مسمنه. المهم كنطويو الجناب كاملين، كنردوهم بحال هكا حتى نتحصلوا على بحال شكل ديال مربع، وكل العجينه كتشد راسها اكثر وما كتبقاش كتلصق كيف ما كانت. هنا صافي كنبداو كنقطعوها وكنقسموها على حسب الاحجام اللي بغينا. انا غادي ندير 7 ديال الكويرات من هاد، او 7 ديال الكميرات من هاد العجينه. كنتو ديروهم كبار، ديروهم ديرو غير 5 حتى ل4، من الاحسن ديرو غير 5 الا بغيتو ديروها ككمير لي طويل او كبير.
ديروا 5. بالنسبه ليا انا هذا القياس هذا راه مناسب كل شخص، يعني كيجي هكا واحد الكومير اللي متوسط في الحجم وكيجي مشبع. 7 ديال الكوميرات اللي غادي نخرج كيف ما قلت من العجين، كل قطعه كنحاول انني ندير هكا نجمعها بحال هكا اللي كتشوفوا تماما بهذه الطريقه، وانا كنجبد الاطراف وكنرجعهم للوسط حتى نتحصل على كره، ماشي ضروري تكون مقاده ديك الكره، غير كنجبدوا الاطراف هنا كنقويوا العجينه ديالنا اكثر واكثر، باش منين نشرطوها وندخلوها للفران كتفرقع علينا داك الباكيت وكيعطي واحد المنظر زوين بحال اللي كيتباع. فساليت هنا، خليت العجينه ديالي ترتاح مره اخرى باش نبدا نشكل في الباكيت. غادي تقولوا لي بزاف ديال الوقت ديال الراحه، ولكن هاد اهم حاجه في التحضير ديال المعجنات والباكيت هي الوقت ديال الراحه، لان انا كنستعملو او كنخدمو بزاف بالعجينه، ضروري نريحو داك الجلوتين باش نقدروا نخدمو بها. غادي نبداو كنشكلو الباكيت بهذه الطريقه اللي موضحه في الفيديو تماما. كنبدا كنبسط شويه العجينه بيديا وكنبدا كنلوي فيها، وانا كنزير، ما نزيروش اكثر من القياس بطبيعه الحال، وانا كنثبت مزيان بالاطراف ديال الاصابع. في هذه المرحله الدقيق ما تكتروش منه نهائيا، ولا غادي يجيكم من بعد الباكيت شاح في اللون ديالو ما كيجي زوين. فغير القياس اللي غادي نقدروا نتحكموا به باش نشكلوا الباكيت ديالنا صافي. غادي نحطهم هكا في اللاطه ديال الباكيت، الا ما كانتش متوفره ماشي ضروري نهائيا. غادي نوريكم واحد جوج، غادي نطيبهم في لاطه عاديه مسرحه. انا هنا 5 غادي نديرهم في لاطه ديال الباكيت، وجوج غادي نطيبهم عادي. غادي نخليوهم حتى يخمروا، ما غاديش نغطيوهم في هذه المرحله، غادي ندخلهم للفران ندير معهم من الاحسن شي كسرونه ديال الماء تكون فيها المغليان باش تحافظ على الرطوبه ديالهم، ودغيا دغيا كيخمروا ليا، ما كياخذوش اكثر من 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه. ردوا البال مع هذه المرحله، ما تخليهمش يخمروا اكثر من اللازم ولا ما غاديش يجيكم زوينين. صافي هنا كما كتشوفوا هما خمروا، غادي ناخذ واحد الرازوار جديد وغادي نبداو كنفلحوا فيهم. تقدروا تفلحوا بموس، بصراحه انا ما كنفضلش الموس واخا يكون ماضي، يعني الرازوار اللي كيعطيني النتيجه زوينه في التفلاح كيف ما بغيت. كنبقى غير كنفلح بحال هكا، نحاول ما نبقاش يعني نفلح جوج ديال المرات غير بحال هذا الشكل هذا، وبواحد الشكل اللي كيكون مائي. هاد الاثناء الفران راه شاعل كيسخن على 200 درجه. الناس اللي عندهم بحال فران ديال ايتيمات ولا فران اللي كيكونوا تقال، غادي تسخنوه على اعلى درجه عندكم فيه. انا الفران ديالي كيسخن اكثر من الحراره اللي مكتوبه فيه، فكندير 200 درجه فقط. هنا نسيت باش نرش الدقيق فوق من الباكيت ديالي قبل ما نفلحو، هذه غير مرحله اختياريه، ما بغيتوش ترشوه ماشي ضروري، كيعطيني واحد المنظر اللي زوين. غادي نرش هنا غير شويه كيف ما قلت، رشه خفيفه عندكم تكثروا الدقيق، ما بغيناش نبقاو ناكلو في الدقيق وحنا كناكلو في الباكيت ديالنا. صافي كيف ما قلت الفران خصو ضروري يكون ساخن جيدا، غادي نرش عليه واحد شويه ديال الماء داخل، وكندخل الباكيت ديالي حتى كنلاحظ انه تنفخ بحال هكا وتشقق، ديك الساعه كنزل الحراره حتى 160 درجه ونخليه يتقرمش بحال هذا الشكل. ضروري غير كيطيب كتحيدوه فوق من شي شبكه باش يحافظ على القرمشه ديالو. هنا بالنسبه للفريت غنوريكم كيفاش تطيبوا الفريت، غتقطعوها هكا اصابع اللي ما يكونوش رقاق بزاف، ديروها في الماء وخليوها واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي ناخذوا الماء اللي كيغلي ونرميو فيه الفريت ديالنا، غير جوج دقائق فقط ما تفوتوهاش، الماء خصو يكون طايب كيغلي، وانتم ترميو الفريت ديالكم جوج دقائق صافي كتحيدوها. كاين اللي كيقلي الفريت نص قليه، ممكن ديروا ديك الطريقه، هاد الطريقه بالنسبه ليا انا احسن، ما كتهزش الزيت قد هذيك اللي كتكون مقليه. ف جوج دقائق ما تفوتوهاش وتحيدوها وتصفيوها هكا فشي صفار. ضروري تستعملوا شي بطاطا اللي كتكون مزيانه للقلي، فسولوا الخضار على البطاطا اللي كتكون مزيانه، الا لقيتو الحمراء غادي يكون مزيان، ما لقيتوش استعملوا غير البيضة كما درت انا، غير سولوا الخضار ديالكم على النوع ديال البطاطا اللي كتجي زوينه في الفريت. فواخا تستعملوا هذه الطريقه في شي بطاطا اللي كتكون كتعجن في الطياب ولا في القلي، راه ما غاتجيكمش زوينه.
هنا حيد صفيتها من الماء وغادي نديرها فوق منديل ديال القطن يكون نقي بطبيعة الحال، وغادي نخليها تبرد شوية ومن بعد ندخلها المجمد حتى تبرد تماما. من الأحسن كاع تخليوها تجمد، ولكن أنا خليتها غير بردات مزيان وبديت كنقلي. ضروري الزيت تكون كتيرة شوية، يعني ما ديروش غير نقطة ديال الزيت وتستناو الفريت ديالكم تجي مقرمشة، فضروري تكون الزيت هكا بحال الفريت كتغطس فيها شوية. صافي، وكنبقى ما كتاخدش الوقت فاش كتكون نكونوا طيبناها في الماء ديك الجوج دقائق، ما كتاخدش الوقت على دار اللي كتكون عالية دغيا كطيب وكتجي مقرمشة ولذيذة بزاف. غادي نكمل بنفس الطريقة، غادي نسمعكم القرمشة ديالها من بعد ما ساليت. كنخليها بطبيعة الحال تنشف في الزيت الزائد فوق من شي منديل ورقي، وحتى كطيب عاد كندير لها الملحة وكنخلطها وكنحركها باش كتوزع فيها ديك الملحه. نسمعكم التقرمشه ديالها كتجي ناشفه وزوينه بزاف. صافي، هنا كلشي موجود عندي. الكمير ضروري يكون بارد عاد نقدروا نفتحوه. بالنسبه لداكشي اللي غادي ندير في الساندويتش ديالي، فغادي نحتاج ديروا اي حاجه موجوده عندكم في الدار. انا غادي نعطيكم شنو كندير في الساندويتش ديالي كيجي لذيذ. انا عندي البصله، عندي مطيشه، الخيار، خيزو او جزر، طون، الكاشير، والبيض المسلوق. هادشي كامل كنقطعوه رقيق بزاف باش كيجينا هكا ساندويتش بحال هذاك اللي كنشريو في السناكات. وعندي كذلك الزيتون الخضر والكورنيشون بجوج مقطعين حتى هما رقاق بزاف. صافي، ولا صوص اللي عجبكم. انا غادي نستعمل لاصوص مايونيز ولا صوص اندلس، ديروا لي صوص اللي كيعجبكم. هنا كنحلو الخبز ديالنا، شوفوا كيفاش كيجي متقب من الداخل. بالنسبه ليا بما انني غادي ندير منه هاد لي ساندويتش، ضروري نحيد منه البابه باش نلقى لي سباس فين غادي نعمر داكشي اللي عندي وديك ديك الفريت. فالا ما حيدتوش البابه راه ما غاديش يجيكم يعني عامر من الداخل مزيان. غادي ندير هذا المايونيز وغادي نحاول انني نوزعها اولا بشي سكين. من بعد صافي كنبدا كنوزع داكشي اللي بغيت بالترتيب اللي ماشي مهم، يعني ديروا شي ترتيب محدد. اول حاجه اللي غادي نديرها هي الخس اللي مقطع مكعبات صغيره. غادي ندير المطيشه. بالنسبه للمطيشه حاولوا ديروها فوق من شي منديل ديال الورق باش ينشف داك الماء باش ما يجيناش هكا الخبز ديالنا عامر بالماء. كنديروا البصله، خيزو. البصله هكا الناس اللي ما اللي كيمشيو للجامع بطبيعه الحال ما ديروهاش. غادي ندير البيض مسلوق، وكل واحد كديروا ليه داكشي اللي كيعجبو، واللي ما كيعجبوش شي حاجه ما غاديش ديروها بطبيعه الحال. كندير واحد شويه ديال الكورنيشون مع الزيتون كيعطي واحد المذاق لذيذ ومختلف بزاف واخا كديروه هكا غير رشه خفيفه. وكنسالي بالفريت ديالي بهذا الشكل. صافي، انا ملي غادي نسالي لي ساندويتش كاملين غادي ندير واحد الخطوط ديال المايونيز من الفوق، وتقدروا ايضا ديروا اي صلصه كيف ما كنقول ديما. هادو بالنسبه للباغيت اللي طيبت في اللاطه مسرحه، يعني بلا لاطه ديال خاصه بالباغيت. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو زوينين حتى هما. الفرق الوحيد كيكون في الشكل، هادو كيجيو شويه مسرحين بما ان ما كتكونش اللاطه اللي كتجمعهم، ولكن في نفس الوقت راه حتى هما كيجيو زوينين بزاف في المنظر. فبغيتو تصيبوهم بلا لاطار ماشي مشكل نهائيا، صيبوهم كيجيوكم زوينين بزاف. صافي، وغادي نتابع بنفس الطريقه ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. لي ساندويتش ديالنا كيجيو غايه في اللذه، جربوهم على حسابي كلشي غادي يعجبوهم. اكيد تقدروا تحتفظوا بالوصفه حتى الصيف، غادي تنفعكم في الخرجات ديال البحر في الخرجات في الطبيعه، رائعين رائعين بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى الوفاء للقناه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.